مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، موضوع اليوم على حشرة عنكبوت تفاح أو رتيلة وطرق الوقاية منها والمعالجة ديالها. كتعتبر حشرة عنكبوت تفاح واللي معروفة عند الفلاحة برتيلة من الحشرات اللي كتسبب كل عام في ضرر على غلة التفاح، وبالخصوص رتيلة الحمراء اللي كتسبب في خسارة وخاصة في المناطق المرتفعة. فالبيض ديال الشا واللي كتحطوا الأجيال ديال الصيف ديال العام اللي قبل غرش وشتنبير ما كيبدا يفقس حتى كيبدا يسخن الجو في شهر ماي وبداية يونيو بحال هذا الوقت هذا، كيبدا هاجم الأوراق وكيولي اللون ديالها برونزي وكتبدا تطيح قبل الوقت، ولات كثرة رتيلة كتعري الشجر من الوراق وكينقص الإنتاج والجودة ديال التفاح، وقداش ما سخن الحال كتكثر رتيلة وبالخصوص في الضيعات اللي ما كيدورش فيها الريح. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، باش نتفادوا الأضرار ديال الرتيلة لابد نديروا الوقاية قبل ما نقوموا بالعلاج. كتبدأ الوقاية ضد هذه الآفة باستعمال الزيوت البيضاء في بداية الموسم بعد الزبارة وقبل ما تخرج النوارة فبراير ومارس ضد اليرقات والبيض ديال الأجيال ديال الصيف ديال العام اللي قبل غشت وشتنبير. بالنسبة للعلاج لازم نديروا الدواء بالعقل، وهنا خاصنا نقربوا من الشجر ديالنا ونتبعوا تطور ديال الحشرة ونراقبوا الوراق من بداية الموسم مارس مايو وبالخصوص من اللي كيبدا يسخن الحال. فالعلاج الاول لازم الدواء اللي نديرو يكون كيقضي على البيض والدود، وهنا لازم نختاروا الدواء اللي خاص برتيلا والمعروف بالاكاريتيد والنوع الدواء باش نتفاداو المشكل اللي كيجعل الحشره كتولف وكتقاوم الدواء. من بعد لازم نقوموا بالعلاجات المنتظمه للمبيدات الحشريه واللي كترتكز على المواد والادويه المعروفه واللي مرخص لها من طرف مصالح السلامه الصحيه مع احترام الكميات ديال الدواء والماء على حساب آلات الرش، وكتكون فعاليه اكثر من اللي كتكون درجات الحموضه ديال الماء اللي كنستعملوا مع الدواء حمضيه بين 4 و6 درجات. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، وفي الاخير لازمك تراقب الحاله ديال ضيعه من بعد كل علاج وتستعمل الادويه المناسبه بالمداويه المطلوبه وبالكميه المحدده في الوقت المناسب وفي المكان اللي كتكاثر فيه الرتيله، وهنا لازم تستعملوا اله الرش المضبوطه بالكميه ديال الماء الكافيه والضغط المطلوب باش نوصلوا الدواء تحت الوراق وفي كل عرش ديال الشجر اللي كتكون فيهم رتيله. والله المعين. مع دقيقه المثمر، اليد في اليد من اجل فلاحه مثمره ومستدامه.